الإيمان والانتماء، الولاء والفداء، العزة والإخلاص، منظومة من القيم وضعها الآباء ليصوغوا عقيدة قواتنا المسلحة التي كانت أولى ركائزها الانتصار للحق والدفاع عنه ورفض العدوان والتصدي له. فعلا صباح، إذن دعونا نقف لحظة لاسترجاع الذاكرة مع مختلف المراحل التي مرت بها بناء قواتنا المسلحة. عندما يسدل الليل بوشاح ظلامه على أكثر المناطق خطورة في العالم، تخلو الأرض بمن عليها، لا تجد سوى رجال تتراخى ظلمة الليل أمام ناظرهم، حتى نور الصباح يرتج خيفة من خطواتهم، فلا تعلم من أين يأتون. حينها فقط تدرك أن هناك اتجاهات جديدة لا يعلمها إلا هؤلاء. تحت السماء وبين غيومها يداعبون الرياح ويركبون عنانها لتنساق بحفظ الله ومشيئته طواعية أمامهم. يتبادر إلى ذهنك سؤال واحد عن هويتهم، فتأتيك الإجابة على الفور، إنهم أبناء الإمارات. الرجال الذين حملوا بأكفهم راية الدفاع عن الوطن ومكتسباته هي ذاتها الراية التي رسختها أيادي قائدين، أحدهما صانع المستحيل والآخر أكمل المسير. البداية كانت هنا عام 69 من قوة دفاع أبو ظبي التي يرأس دائرتها الفريق سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إحدى قوات ساحل الإمارات المتصالحة، والتي لم تكن سوى نواة لجيش دولة عرفت فيما بعد بالإمارات العربية المتحدة. قوة ساحل الإمارات المتصالحة هي المرحلة الأولى ضمن مراحل القوات المسلحة، ما لبثت أن تغير مسماها عام 56 إلى كشافة ساحل الإمارات المتصالحة، إلا أنه ريثما اعتلى علم دولة الإمارات السماء عام 71 أطلق عليها قوة دفاع الاتحاد، وسلمتها الحكومة البريطانية إلى وزير الدفاع الإماراتي. واستمر التطوير وبناء قوة الدفاع حيث أصبحت عام 74 القوات المسلحة الاتحادية. وصولا إلى 6 مايو عام 76 جاءت الخطوة التاريخية بقرار المجلس الأعلى للاتحاد بتوحيد القوات المسلحة. وكعادتها الإمارات، عندما ترتفع هذه اليد فإن الغالي يرخص من أجل زايد، نادى أبناءه للتطوع في نجدة الكويت الشقيقة، فاحتشد الكل من أجله، حتى الأطفال لم تمنعهم حداثة السن من تلبية ندائه لتعيش التضحية ويعيش الوفاء ويعيش زايد. عاش زايد! وعندما زلزلت الأرض زلزالها في ربوع باكستان، تسرق اللهو من أعين الأطفال لتتركهم بين غزارة الدموع وقلة حيلة ذات اليد. تلوح في الأفق راية لرجال ونساء جعلوا جل اهتمامهم إعادة البسمة على الوجوه. زايد الذي صاغ عقيدة القوات المسلحة بثوابت الانتصار للحق والدفاع عنه، سعى دائما لتعزيز صفوف القوات المسلحة بإقامة معارض دولية كمعرض الدفاع الدولي آيدكس. رجال الإمارات الذين أدركوا عدم إهدار الفرص هم أبناء زايد، رجال خليفة الذي زرعوا فينا روح رجال أقل ما يهدونه للوطن هي أرواحهم.